دور هرموني الدور العصبي انه الغده النخاميه حتعمل على تحفيز السمبثاوي جهاز الاثاره، وجهاز الاثاره حيعمل على زياده الادرينالين والنور ادرينالين، هاي المواصلات العصبيه اللي بتمشي في الاعصاب، وهذا حيحفز البؤر العصبيه الالكترونيه اللي والبطاريه تاعت اللي بتحرك عضلات القلب وبتعمل عمليه زياده الانقباضات، هذا من ناحيه عضلات القلب، فبتزيد انقباضات القلب، بتزيد دقات القلب، الخوف عن طريق تحت المهاد، عن طريق الغده النخاميه، عن طريق تحفيز للجهاز السمبثاوي، عن طريق والجهاز السمبثاوي بنقل الاشارات العصبيه والمواصلات العصبيه ادرينالين نور ادرينالين وكورتيزول لجدران الشرايين بحيث يتم عمليه الانقباض. من ناحيه ثانيه الجهاز السمبثاوي اللي هو كمان الجار سمبثاوي، الجهاز العصبي المهدئ اللي بيوصل الأسيتوكولين اللي هو موصل عصبي مهدئ وموسع للشرايين. في حالة الأماجدولا والخوف اشتغل، في هاي الحالة بوقف الجهاز الجار سمبثاوي، يعني بتبطل في عنا محفزات عصبية إنها توسع الشريان، بظل بس محفزات عصبية إنها تعمل تضيق في الشرايين وفي الأوردة وزيادة انقباضات في عضلات القلب. هذا من ناحية عصبية. طب من ناحية هرمونية، من ناحية هرمونية بنرجع لموضوع الغدة النخامية. الغدة النخامية حتفرز وتنشط عمل الغدة الفوكلوية، الغدة الكظرية. الغدة الكظرية في هاي الحالة حتفرز كورتيزون أكتر وأدرينالين أكتر ونور أدرينالين أكتر ودوبامين أكتر، وهذه كلها بتعمل على زيادة الضغط وارتفاع مستوى المياه الموجود في داخل الدورة الدموية، لأنها هي وسيلة عن طريق تحفيز الألدسترون اللي هو نفس الشيء من الغدة الكظرية. إفراز الهرمون الألدسترون حيؤدي للتخلص من البوتاسيوم وسحب الصوديوم من خلال النفرونات اللي موجودة في كل كلية، 1.5 مليون نفرون أو مصفية صغيرة موجودة في كل كلية، وهاي المليون ونص بتتأثر في هرمون الألدسترون وبتصير تعمل على تفريغ حمولة الدم من البوتاسيوم وإعادة امتصاص للصوديوم من المياه أو الدورة الدموية أو الدماغ، وهذا بيعمل على عملية مدام الصوديوم بده يدخل للدورة الدموية، إذن الصوديوم بده يسحب معه المية داخل جدران الأوعية الدموية، وسحب المية من خارج الشريان لداخل الشريان في هاي الحالة حيزيد حجم الدم، وفي هاي الحالة حيرفع الضغط، هذا عن طريق هرمون الألدسترون. اللي كمان من ناحية هرمونية في عنا الكلية نفسها، أول شيء كل كلية عبارة عن 1.5 مليون جهاز قياس للضغط، كل نفرون الجدران تاع النفرونات اللي هي التصفي لما يدخل فيها الدورة الدموية في هناك مجسات عصبية حسية